عايزين قراءة من حضرتك بقى لأهم التوقعات اللي حضراتكم رصدتوها لطقس اليوم. هو زي ما حضرتك ما ذكرت، احنا قايلين طبعا في البيان اليومي ان في ارتفاع تدريجي في درجه الحراره مع اخر اسبوع في فصل الربيع. الاسبوع ده طبعا لان شاء الله بدايه اعتبارا من يوم الجمعه 21 هيبدا فصل الصيف جغرافيا، وان كان مناخيا نسب الرطوبه متزايده نعم. قبل فصل الصيف ما يبدا بحوالي 10 ايام، ولكن بالنسبه لدرجات الحراره كانت حول المعدل. أما فصل الربيع اللي بيودعنا فبيودعنا بارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع تدريجي هيصل ذروته على نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس. من المتوقع أن درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية على القاهرة مع نهاية فصل الربيع، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وده اللي هيزود إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة. نعم. زي ما حضرتك ما ذكرت النهاردة 35، متوقع خلال الأيام القادمة 37 و39 و40 كمان على يوم الخميس. جنوب البلاد هتصل درجة الحرارة ل 45 درجة مئوية، سواحلنا الشمالية ما بين 30 و32، يعني إلى حد كبير الطقس هيكون معتدل على سواحلنا الشمالية، ولكنه بيكون شديد الحرارة على باقي محافظات الجمهورية. النصيحة طبعا اللي بنقدمها للسادة المواطنين عبر شاشتكم الموقرة بقدر الإمكان عدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، تجنب الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية لارتفاع نسب الرطوبة. أما خلاف ذلك الشبورة هتبقى خفيفة الصبح بدري وغير مؤثرة على حركة السيارات، والملاحة البحرية معتدلة سواء في مسطح البحر المتوسط أو البحر الأحمر. بشكرك جدا يا دكتور محمود، كنت معنا هاتفيا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية.